مدينة غرناطة أو أندلس كانت منطقة في جنوب إسبانيا من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر. الأمويين يحصلوا على منطقة أولى من مملكة قوط الغربيين في عام 711، ثم أصبحت المنطقة إمرة قرطبة من سنة 756 بعد أن فاز العباسيون على الأمويين في العراق. الإمرة دعمت الأمويين وكانت في السلالة الأموية. بعد ذلك أصبحت المنطقة خلافة قرطبة في سنة 929 بعد السلالة الأموية في البلد. ولكن حصل المرابطون على المنطقة في سنة 1086، ثم كان هناك الموحدين من سنة 1195، وبعد ذلك كانت هناك الإمرة الصغيرة غرناطة من عام 1248 إلى 1492. خلال الحكومات الإسلامية في الأندلس دخلت الإمرة الإسلامية في المنطقة. في الإمرة الإسلامية في الأندلس هناك كثير من أقواس مثل في مساجد في مدينة قرطبة. هناك كثير من الحدائق المقارنس القلعة خلية معمرية وقباب أيضا. في رأيي أفضل مثال هي مدينة غرناطة. في مدينة غرناطة هناك كثير من الأعمار الإسلامية، ولكن أفضل هي جنة الريف. جنة الريف هي حديقة كبيرة لديها العديد من النوافذ والزهور. أمارة الحديقة مثل حدائق الفارسية في إيران. بالإضافة إلى قصر الحمراء في مدينة غرناطة، هذه قلية كبيرة وبدأت في عام 889، ثم في القرن الثالث عشر تم تجديد القلية وأصبحت قصر كبير. في داخل هناك أمارة إسلامية كثيرة مثل البريسك، مقرنس، أقواس وخطوطة إسلامية. في داخل قصر الحمراء هناك حديقة جميلة أيضا اسمها محكمة السود. تصميم الحديقة مثل جنة الريف أو حدائق الفارسية، ولكنها أصغر من جنة الريف. أخيرا قريب من قصر الحمراء في مدينة غرناطة ما زال أحي أقديم من أسرى الأندلس اسمه البيزين. أبو باني حديثة، ولكن تخطيط هو من أسرى الأمية وإمرة غرناطة في الأندلس. لا تزال هناك العديد من بيوت وأمارة إسلامية في هذا الأحي. الشوارع هي مثل شوارع في أسرى إمرة غرناطة أيضا. شكرا.